ونشكر فضلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تقدس الله ربنا وتعالى عما يشرك الظالمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله السداد والتقوى والرحمة والمغفرة، إنه أرحم الراحمين. وصلنا في تلاوة الكتاب العزيز إلى الصفحة 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئاء الناس أي مرائين لهم، وهذه تتحدث عن قضية الرياء. قرينا أي صاحبا وخليلا، مثقال ذرة أي وزن ذرة. لو تسوى بهم الأرض، لو يدفنوا في الأرض. ولا جنبا أي من أصابته الجنابة بالجماع وغيره. عابري منكم، نعم، عابري منكم سبيل أو السبيل أي مجتازين الطريق. عابر السبيل أي مجتازين. جاء أحد منكم من الغائط أي جاء أحد من قضاء حاجته. لامستم النساء أي جامعتموهن. صعيدا، الصعيد هو وجه الأرض وتراب وكل ما كان من الأرض. طيبا، طاهرا، وقيل حلالا. تتيممون صعيدا طيبا، الطيب هو الطاهر الذي لا نجاسة فيه، أو على رأي هو الحلال.
نصيبا من الكتاب أي جزءا من التوراة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعيش هذه الأيام رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الدنيا الفانية وانتقاله إلى رحاب الله سبحانه وتعالى، حيث رحمة الله، حيث جنان الله سبحانه وتعالى، حيث الرضا والرضوان بالقرب من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد بالحقيقة يوم أقسى وأشد على المسلمين وعلى الناس كافة من يوم رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الدنيا، لأن مكان النبي ومقام النبي في هذه الدنيا هو رحمة وهو لطف وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى على العباد كافة. اقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون له حجة على الناس، وأن يكون لهم هاديا، وأن يكون لهم دليلا في هذه الحياة، فبعث الأنبياء والرسل، وجعل من بعد الأنبياء والرسل من يخلف هؤلاء الأنبياء ليكونوا حججا وأدلاء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى من لطفه على العباد لكي يحاسبهم ولكي تقام عليهم الحجة يوم القيامة لا بد من هادي، ولا بد من دليل، ولا بد من رسول إلى الناس كي يعلمهم الطريق المستقيم الذي يوصل بهم إلى الله سبحانه وتعالى. الآية المباركة بيّنت ووضحت شيء من أوصاف النبي الكريم، وهناك آيات كثر تبين أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها الآية المعروفة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى نهاية هذه الآيات، الآيات التي بيّنت أوصاف النبي في الكتاب ووظائف النبي الأكرم. بالحقيقة هناك آيات عديدة. هذه الآيات المباركة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه بيّنت جملة من مواصفات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أولا هو رسول، إنسان كما أنتم بشر، هو مثلكم. الأمر الثاني: يحمل همومكم. هذا الرسول عليكم السلام يحمل الهموم. والأمر الآخر: رؤوف ورحيم بكم أيها الناس. أول شيء، النبي بشر. الله سبحانه وتعالى لماذا أراد أن يركز على بشرية النبي الأكرم؟ حتى يكون حجة علينا. لو بعث لنا ملك من الملائكة يكون الواسطة بين الله وبين البشر، ملك يحدثهم عن الله سبحانه وتعالى، هنا الحجة لم تكتمل، لأن الملك من جنس آخر ليس من جنس البشر. فهناك نستطيع أن نقول: يا إلهي، جبرائيل إلى قابليات أن يصلي ويصوم ويتعبد، تختلف عن قابلياتي. أما إذا كان المبعوث الرسول النبي هو من جنسي، إنسان مثلي، هنا تقام الحجة به على الناس، لأنه من أنفسه، عنده هموم، عنده مشاكل بالحياة، يأكل
ويشرب ويتزوج ويولد ويلد، إذن هو إنسان وأنت إنسان، له قابليات كما لك قابليات، ولكن الاختلاف في عطاء الإنسان، اختلاف في همة الإنسان، اختلاف في إرادة الإنسان يختلف، كما أنا وأنت نختلف، كما الناس تختلف في قابلياتها، الإنسان يختلف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور، كما هو الاختلاف في سائر الحياة. ولكن هناك أمر لا يتوفر في أحد من الناس إلا في الأنبياء، وهو درجة الاتصال والارتباط بالله تختلف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من هنا نحن والنبي نتحد، أنا إنسان والنبي إنسان، هنا اتحاد من هذه الجهة. ولكن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هناك الاختلاف. ما هو هذا الاختلاف؟ كما هناك نستطيع أن نمثل لاختلاف الأنبياء عن الناس في هذا المجال، كما أن هناك أجهزة كهربائية مثلا، جهاز من الكهرباء يستطيع أن يتحمل فولتية عالية، هو يحتاج فولتية عالية، بعض الأجهزة يحتاج فولتية أقل، إذا أعطيت فولتية أكثر من الطاقة يحترق، بعض الأجهزة ما يتحمل الطاقة مباشرة، لازم تسوي له فد محول إلى أدابتر أو شيء من هالقبيل، أو لادا جريتا يسموها، فد محول تحول الطاقة من عالية إلى ضعيفة. ليش؟ لأن ما عنده قابلية. النبي الأكرم لديه قابلية قصوى في هذا المجال، لديه قابلية أن يستقبل الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى، سائر الناس ما لها أي قابلية. بعض الناس يريد يساوي نفسه ويا رسول الله، يقول رسول الله بشر مثلنا، إنسان، أنا إنسان ورسول الله إنسان. نعم، من هذا الجانب أنت إنسان والنبي إنسان، ولهذا الجانب تقام عليك الحجة، وأنت محتاج إنسان أن يكون قدوة أمامك، هذا جانب. ولكن الجانب الذي يختلف النبي عن سائر البشر، وهذا الاختلاف هو الميزة الذي يتميز به الأنبياء، أنه يوحى إليه، مو أي واحد يوحى إليه، ومو سهل أن يكون الإنسان يوحى إليه، لا بد أن تكون له من القابلية العالية للاستعداد، لا بد أن يتوفر على نفس وعلى روح وعلى عقل وعلى عمل يختلف عن سائر الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه على خلقه، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اختيار واصطفاء من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لديهم من الميزات ومن القابليات والإمكانيات التي تختلف عن سائر البشر، فاتخذهم رسل بينه وبين الناس جميعا، وهذا فرق كبير جدا. ولذلك جعل الأنبياء حجة على الخلق، بل جعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان. الأنبياء بهم تقاس الأشياء، ميزان لأعمال الناس، ميزان في الدنيا، ميزان في الآخرة، يوزن العمل بالنبي والأنبياء، تدخل إلى الجنة أو تذهب إلى الجحيم، نستجير بالله. من هنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جعله الحجة والميزان على الناس، كل ما جاء به النبي تلتزم به، وكل ما نهى عنه النبي تنتهون عنه،
بل جعل قوله وفعله وتقريره، حتى سكوت النبي حج علينا. إذا قال النبي هذا القول حج، إذا عمل النبي عمل حج. يعني أنا إجيت وشفت النبي الأكرم يصلي هكذا، حتى لو ما قال لي، لم يقل الصلاة صلاة الصبح ركعتين، ولكن أنا شفته يصلي الصبح ركعتين، هذا عمل النبي حجة يصير عليه. أنا لابد أن أتعبد كما صلى النبي. ولذلك كثير من أعمال المسلمين أخذوها من خلال الممارسات، حج بيت الله الحرام، كيف يطوف النبي يطوفون، أين يقف يقفون، كيف يدعو يدعون، كيف يسير يسيرون، كل أعمال النبي حجة، بل أكثر منها سكوت النبي. إذا جاء شخص، أنا جالس في المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد جالس، وجاء رجل وصلى وقرأ هذه السورة أو هذه الآية، والنبي سمع ولم يعلق ولم يتكلم، إذن سكوت النبي يسموه تقرير، أقر هذا العمل، هذا العمل حجة نستطيع أن نحتج به أمام الله سبحانه وتعالى، لأن النبي الله سبحانه وتعالى علم بما يتحمل وبقابليته وبروحه وبعقله، فجعله الميزان والحجة بينه وبين الناس. إذن الرسول من هنا يكون هو القائد وهو القدوة، لأنك تقتدي بقوله وبعمله وبسكوته بتقريره، وكل ما أتى به النبي لابد أن تأخذ به، وكل ما نهى عنه النبي يكون عليك حجة، فأصبح هو القدوة وهو القائد. وإخواني قضية القائد كثير مهمة، والقدوة بالحياة كثير مهم. الأمة اللي ما عندها قائد هذه أمة صعب أن تنجح. القيادة بالحياة كثير مهمة. الشعوب اللي الناجحة اللي اتخذت قيادات ناجحة، والشعوب المنحطة، الشعوب التي في أسفل درجة، الشعوب اللي أما ما عندها قدوة أو لا عندها قدوة، ولكن هذه القدوة لا تستحق أن تكون في ذلك المكان. من يصنع من؟ القائد يصنع الأمة أم الأمة تصنع القائد؟ أو نستطيع نقول من هو الأولى ومن هو المهم، الأمة أم القائد؟ بالحقيقة الأمة اللي ما بيها قائد أمة لا تستطيع أن تنهض. نضرب مثال، قبل مجيء الإسلام وقبل مجيء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قريش كانت موجودة وهم بيها أكو طاقات، والعرب موجودة، ولكن طاقات متناثرة متبعثرة ما استطاعت تعمل شيء. لعلنا نتكلم في مجلس غد عن هذا الأمر. قريش بكل ما أنجزت، العرب عمرهم قبل الإسلام 400 سنة، كل ما أنجزوا لو شوف إنجازاتهم 10 قصائد، 10 قصائد علقوها على الكعبة سموها المعلقات العشر. شنو إنجازهم بعد؟ أكو شيء؟ ما كان عندهم. هذه الطاقات المتبعثرة عندما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به بالرغم من الذين وقفوا بوجهه وحاربوه وقتلوا أصحابه، نشوف بعد 10 سنين أو 13 سنة من الإسلام هذه القابليات التي كانت صفر على الشمال استطاعت أن تعمل أكبر حضارة بالكون. الحضارة الإسلامية استطاعت أن تصل إلى الصين شرقا وإلى أوروبا، إلى أوكرانيا وجماعتها وإسبانيا، ودخلت أوروبا. بمن؟ هؤلاء نفسهم. عمار بن ياسر كان موجود، سلمان الفارسي كان موجود، أبو ذر كان موجود،
ولكن هؤلاء عندما لم يتوفر القائد لم يستطيعوا أن يعملوا شيء. نابليون لعله سامعينها من هاي الكلمة إلى كلمة كثير راقية، يقول أمة من الفئران أو أمة من الأسود يقتقدها فأر خير أم أمة من الفئران يقودها أسد؟ يقول إذا عندنا أمة من الفئران يقودها أسد أفضل من أمة من الأسود يقودها فأر، والأفضل منهم أمة من الأسود يقودها أسد. أنت إذا عندك أسود وتخلي القائد مالهم فأرة بالحقيقة ما يسوون شيء، لأن الفأرة تنهزم فينهزم الأسود من خلفها. أما إذا عندك لا أمة أسود وتخلي لهم قائد أسد، هذول اللي يستطيعون أن يقودون. القائد لا بد أن تتوفر به جملة من المواصفات كثيرة، ولكن هناك لعله أمران من الأهمية بمكان لا بد أن تتوفر في القائد الناجح. ما هي؟ يقول تحمل روح الانفتاح والاحتواء. القائد لا بد أن يكون لديه من القابلية والروح أن ينفتح على الناس. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان بعظمته وبالمد الغيب الذي يأتيه من عند الله، ولكن كان ينفتح على أصحابه، ينفتح بكل شيء، يحدثهم، يعلمهم، يتعاطف معهم، يتألم لألمهم لهمومهم، وينمي عقولهم. كان يحاول دائما يخليهم بالصورة. حتى تكون قائد ناجح وتنمي شعبك لابد أن تفهم همومه وتكون قريب منه وتتحمل مسؤوليته، تعلم. كان ينفتح على أصحابه، حتى القضية المعروفة في قضية معركة بدر مثلا، أول معركة حدث للمسلمين مع المشركين مع الكفار، في هذه المعركة النبي مسدد من قبل الله، النبي قرارات معصومة لا يخطئ أبدا، ولكن يستشير أصحابه، يستشير في المعركة كيف نتقدم، كم من الجنود، أين نقف، متى نحارب، متى نهجم. النبي هل لا يعرف المعركة ويحتاج مثلا من قريش أن يتعلم أو من أصحابه؟ ولكن النبي ينفتح على أصحابه، يريد أن ينمي القابليات التي عندهم ويريد أن يشعرهم هو أحدهم. هذه كلش مهمة حتى في بيتك، هذه القضية لازم نتعلمها نطبقها بحياتنا. النبي جاء لنا قدوة فنستفيد من كل ما جاء عن النبي. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا ببيتي كيف أتعامل مع عائلتي؟ أنا في بيتي قائد، وفي الشركة التي أعمل بها أيضا قائد، وفي الحياة لا بد أن أكون قائد. أنا كيف أنفتح على الناس الذي أقودهم أسوسهم؟ أولادي أستشيرهم؟ يعني أنت مو دائما الحياة أن تكون أنت آمرا والناس كلها عندك عبيد وجنود تطبق. هذا أنت باشر ابنك بالبيت وبنتك وزوجتك، إذا ما تعلمهم على روح المسؤولية باشر أنت تطلع من الدنيا لأي سبب من الأسباب، يموت الإنسان. إذا أولاد دائما معتادين ومتعلمين أن الأب هو الذي يقضي كل شيء حتى يفكر مكانه، هذا إذا طلعت من الدنيا هذا عقل جامد، كل أشياء كانت تأتيه إلى فمه ما راح يعيش، ما يقدر يواجه الحياة. علمه، شاركه في القرار، شاركه في التفكير، اخذ رأيه بالأشياء، الأشياء الصحيحة أخذ بها، الأشياء الغير صحيحة نميها إليه. وهكذا من عائلتك إلى المجتمع الذي أنت به لابد أن تشاركه لكي ينمها. وهذا معنى أن نتخذ النبي قدوة في حياتنا في كل شيء. أنا النبي قدوة في صلاتي، النبي الأكرم قدوة في صومي،
النبي الأكرم قدوة في حياة الاجتماعية، هذا معنى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في كل أمور الحياة لابد أن أرى النبي ماذا فعل، كيف عمل، وأعمل كما عمل النبي. هذا الأمر الأول، الانفتاح على الناس. الأمر الثاني، طبعا هناك أمر لابد أن نشير إليه، الأشياء التي تتعلق بالحياة الدنيا، بعباداتك، بمعاملاتك، بأمورك الاجتماعية، النبي انفتح عليه وشاورهم في الأمر. هذه الآية قد استفاد منها المسلمون، أو ليس جميع المسلمين، استفادوا منها استفادة خاطئة، وهي في قضية الخلافة وقضية الإمامة. قالوا الإسلام، القرآن يقول للنبي وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، إحنا بعد النبي نعمل شورى ونختار النواحد. هذا ليس في الأمور الدينية. الإسلام لم يشاور المسلمين عندما أراد أن يرسل نبيا، ولم يقل للمسلمين انتخبوا رسول إلكم، ولم يشاورهم عندما أنزل القرآن. هذه الأمور التي هي منصب لله يعينها الله ورسوله، هذا ما فيها مشاورة. أمور الدنيا يشاور بها، أمور التي تتعلق بدين الناس ومصلحة الناس، الأمر لله. شوف قضية الخلافة وقضية الإمامة، إني القرآن يخاطب إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. أنا الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعلك للناس، مو الناس يختارون الإمام لهم، مو الناس يختارون النبي لهم. هذا بعض المسلمين عندما أرادوا أن يتخذوا لهم إماما، هم اتخذوه إماما أو اتخذوه خليفة وقالوا هذا خليفة رسول الله، هذا خليفتكم أنتم اتخذتوا. أما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين الخلفاء ويعين الأنبياء. إذن جانب الانفتاح الأول، ثم جانب الاحتواء. النبي لابد والقائد لابد أن تكون لديه روح الاحتواء، التقابلية، أن يحتوي الناس. أنت ببيتك هم احتوي أولادك، إذا غلطوا احتويهم، إذا صاروا عندهم حالة من الجهل صحح لهم. إخوانك، عشيرتك، مجتمعك، لابد أن تكون لديك روح الاحتواء حتى تكون أنت القائد وأنت المميز بينهم. النبي الأكرم عندما جاء إلى مكة فاتحا وبعدها حدثت المعارك والفتوحات بعد مكة، صارت عند النبي غنائم كثيرة، وأهل مكة دخلوا بالإسلام وشاركوا في حرب حنين مثلا وفتحوها، صارت غنائم كثيرة. النبي باعتبار هؤلاء أهل مكة اليوم دخلوا للإسلام، صار لهم أسبوع أسبوعين شهر شهرين بعدهم جدد، أراد أن يؤلف قلوبهم، أراد أن يجعلهم يتعاطفون مع الإسلام. شكوا عند غنائم حصل عليها أعطاها للمسلمين من أهل مكة اللي دخلوا جدد بالإسلام. بعض الصحابة اللي معاه، بعض الأنصار، قالوا إن محمدا وجد أصحابه، وجد أهل من قريش وأعطاهم الغنائم وما أعطى، ما أعطى للأنصار الجماعة، حتى المهاجرين ما أعطاهم الويا، قالوا أعطى القريش باعتبار قريش أهل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذول تأثروا بموقف، قالوا احنا حاربنا مع النبي، احنا نصرنا النبي، احنا من اول يوم مع النبي، بينما اليوم النبي عندما حصل غنائم كثير اعطاها لاهل مكة، ماذا قال لهم النبي؟ هنا يأتي دور الاحتواء، دور القائد المفكر العاقل الذي يحتوي اصحابه. هسه لو احنا، انا قائد والناس تقول علي هكذا، شو اسوي؟ اشيل السيف واكتلهم، لو اسجنهم، لو اطردهم على اقل تقدير.
النبي الأكرم جمع أهل المدينة، جمع المهاجرين والأنصار. قال لهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضون أن ترجع الناس بالشاة والبعير؟ هم شنو حصلوا؟ غنائم، شاة وبعير ومنها القليل وزعن على الناس. ألا ترضون أن ترجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: رضينا برسول الله، رضينا برسول الله، ما نريد كل شيء طالما أنت يا رسول الله معنا. الرسول تعرفون عندما فتح مكة ما بقى مكة، خلى عليها والي ورجع إلى المدينة، بينما أهل في مكة، بيته في مكة، مكة مدينته اللي ولد بها واللي تربى بها، ولكن ذهب إلى المدينة رجع. فشوف الاحتواء، قالهم الناس ترجع بالشاة والبعير وأنتم ترجعون برسول الله. فقالوا: رضينا برسول الله. استطاع النبي أن يحتوي هذه الأمة، أصحابه، من كان معه، من كان في قلبه شيء على رسول الله، بهذه الكلمات استطاع أن يفتح قلوبهم ويفتح عقولهم. إذن الإنسان بالحقيقة حتى يكون قائدا لبيته، قائدا لأمته، قائدا لعمله، لا بد أن يتميز بمواصفات القائد حتى يستطيع أن يصل بالأمة إلى بر الأمان. ونحن هذه الأمة الإسلامية التي قال عنها القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن عندما التزمنا بكتاب الله، عندما التزمنا برسول الله، عندما التزمنا بأوامر الله، كنا خير أمة وأصبحنا خير أمة. وعندما ابتعدنا عن كتاب الله وعن أمر رسول الله وعن من نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا، أصبحنا آخر درجة من الأمم مع الأسف الشديد. هذه الأمة التي كانت بالضعف الشديد قبل رسول الله استطاعت عندما تمسكت بالنبي أن تكون أفضل أمة. وعندما هذه سنن الله سبحانه وتعالى في الحياة، الإنسان إذا أخذ بالأسباب والمسببات يصل، وإذا تخلف ولم يأخذ بالأسباب والمسببات تخلف عن الركب. من هنا لكي نصبح أمة ولكي نصبح قادة العالم وسادة العالم، لا بد أن نرجع ونتمسك بكتاب الله، ونتمسك بعترة النبي الأكرم، ونتمسك بسيرة النبي الأكرم، ولا فرق بين العترة والسيرة كما يقولون العلماء. هسه قد واحد يقول النبي له حديث أم أكثر من حديث: إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، أم كتاب الله وسنتي؟ لا فرق، نحن لدينا الكتاب ولدينا سنة النبي، ولكن من أين تأخذ هذه السنة؟ لا بد أن تأخذها من المكان الصحيح الذي أدلنا عليه النبي الأكرم، ألا وهم هؤلاء البيت الذي عصمهم الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الله الذي يريد وليس غيره. هنا الإرادة لله، كما أن إني جاعلك للناس إماما، الله سبحانه وتعالى إنما أداة حصر، والمن يريد الله يريد، واللام للتأكيد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يذهب عنكم الذنب والخطأ والمعصية. أنا لدي إنسان بهذه المواصفات، وهناك إنسان يخطأ وينسى ويضل، إلى من أتوجه في ديني عقلا؟ ما لازم الله يقول لي ورسوله. أنا إذا عندي اثنين، واحد يخطأ وينسى ويذنب،
وواحد الله عاصمه لا يخطأ ولا ينسى ولا يذنب ولا يضل، وأريد أخذ ديني من أروح أخذ ديني، بل حتى دنياي من أخذه؟ أعتقد لو طفل تعرض عليه هذا السؤال يقول لك حتما تأخذ من الإنسان اللي الله موفقه، الله عاصمه، اللي عنده دين، اللي ما يخطأ. هذه قضية من الأبجديات كما يقولون. النبي الأكرم بحكمته لم يخرج من هذه الدنيا إلا وجعل لهذه الأمة هدات، وجعل لهذه الأمة من يبلغ ومن يكون حجة على الناس من بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين والمتمسكين بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن السائرين على دربه، وممن سمع قوله واهتدى به، وممن تلا كتابه وتمسك به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد، إنه لطيف رحيم بعباده. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما، لا يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسوله وأمينه الذي اصطفاه على خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف الهادي المهدي. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم وليا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله السداد والتقوى والرحمة والمغفرة، إنه أرحم الراحمين. ومن موارد التقوى أيها الأخوة والأخوات الأفاضل التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى،
والتمسك بالعترة الطاهرة وبما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من ربه رأفة ورحمة بالعباد. النبي الأكرم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة. الله سبحانه وتعالى جعل النبي في الحياة رحمة للعالمين، لجميع هذا الخلق هذه الرحمة التي جاءت، وعلى الناس أن تتمسك بهذه الرحمة كي تكونوا من المرحومين من الموفقين في الحياة الدنيا. عدم التمسك، الابتعاد عن النبي، الابتعاد عن القرآن، الابتعاد عن نهج الإسلام، الابتعاد عن أئمة الهدى ضلال. وحقيقة هو عكس الرحمة، الإنسان الذي يبتعد عن الله عن رسوله هو حقيقة يروح في الضلال وفي الظلمات وفي الشبهات. والنبي لم يأتي، والإنسان لم يخلق لكي يعمر في هذه الدنيا، إنما هو خارج. وينبغي للإنسان أن يشتري بالحياة الدنيا الآخرة. أنا علي أن أطلب بهذه الحياة، هذه البضاعة اللي عندي، العمر اللي عندي، أن أشتري به الآخرة. أما الدنيا ما أستطيع أن أشتريها. لماذا؟ لأني خارج من الدنيا، تارك الدنيا. عندي بضاعة أرد أبيعها بمن؟ هذا العمر أبيعه برضا الله سبحانه وتعالى، لأني مقبل على ما أبيع، مقبل على ما عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يفكرون أن يخلدوا في هذه الحياة الدنيا ويعيشوا في هذه الحياة الدنيا ويلتذ، إنما حقيقة مثل أي حيوان أجلكم الله هم في الحياة الدنيا يأكل ويشرب ويتلذذ. الكافر يتلذذ والمؤمن بالحقيقة يتفكر ويتأمل ويتعبد. نحن عندما نذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نذهب إلى زيارة أهل البيت، عندما تذهب الناس مشيا على الأقدام في زيارة الأربعين للحسين سلام الله عليها، ماذا تريد من قبر الرسول أو قبر الحسين أو قبر الأئمة؟ شو يعطوك في القبر؟ إنسان قد مات من زمان، مئات السنين، شو اللي عنده يعطيك؟ ما يعطيك أموال، أنت تصرف أموال. ما يعطيك أكل، أنت كنت تدفع. لكن الإنسان يشعر بأنه يجد رحمة الله ويجد نفسه، وهذا الطريق طريق الله سبحانه وتعالى. عندما الله سبحانه وتعالى يكلفني بمحبة النبي وأهل البيت، لأن محبتهم هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تأمرني الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول النبي الأكرم حسين مني وأنا من حسين، أنا أشعر كلما ذهبت إلى الحسين أنا ألتزم برسول الله، أطيع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الأخوان اللي راحوا زاروا، من يرجعون بالسلام أروح زوروهم، اسأل قل له شو اللي لقيته؟ تعبت وخسرت أموال وعفت أهلك وأولادك، شو اللي حصلت عليه؟ يقول لك أنا حصلت على شيء لا يقدر بثمن أبدا، هو الرحمة والصفاء والعشق والعبادة. أنا أكثر من واحد أسئله أقول له وين رايح تمشي؟ واحد وهو يسير في طريق الحسين اتصل بي قال لي تدري وين رايح أني؟ قلت له لا، رايح للحسين. قال لي أنا أشعر جاي أسير إلى الجنة. هذا الشعور، إحنا شقد مرات الواحد يصلي ويصوم ويتعب نفسه حتى يحس لشوي صفاء روحي،
بينما بين الله يصير حالة من الصفاء. أنت عندما يذهب الإنسان، كثير من الناس لا يصلي ولا يصوم، يذهب إلى الحسين في هذه الزيارة تضفي على روح شيء من الرحمة، يقول بحياتي بعد ما أترك الصلاة وما أترك الصيام وراح أستقيم من هذا اليوم، خلاص من اليوم أنا أمشي على طريق الله سبحانه وتعالى. هناك روحانية ونورانية لأنك تمشي في طريق الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يقتلون، وهؤلاء الذين يفجرون، وهؤلاء الذين يقفون عقبة بين الناس وبين الله، انقلهم الشيطان هم وقف قبلكم، الشيطان وقف في طريق عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بقيت عليه اللعنة إلى أبد الآبدين إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى طرد من رحمته، طرد من توفيقه، طرد من جنته. الشيطان أكبر عابد، الله سبحانه وتعالى لا يريد منا العبادة، إنما يريد منا الطاعة. لو أن الله يريد العبادة لاكتفى من إبليس بعبادته، كان من أعبد الملائكة ومن أعبد الجن ومن المقربين، ولكن عندما لم يطع الله كل عبادته ما فادت، اخرج منها فإنك رجيم، ما إلك أي شيء. وهاي العبادة أنا ما محتاجها، رب العالمين ما محتاج نصلي كثير، محتاج أن نطيعه في الصلاة. يعني صلاة الصبح كثير صعبة ركعتين واحد يصلي، خو يصلي لفد 20-30 ركعة لله. رب العالمين يقول لك لو صليت 1000 ركعة ما أقبلها منك، أقبل منك ركعتين أريد. هذا يسموها الطاعة، أن تعبد الله كما يريد، هذه الطاعة وليس العبادة. هؤلاء الذين يصلون طولين لحاياهم لهنا، مقصرين ملابسهم، يقتلون أنفسهم، يقتلون الناس، يصور نفسه جاي يعبد، اعبد كما تشاء، طيع الله. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنت شنو تقتل الناس؟ من سلطك على الناس؟ من جعلك الولاية أن تقتل الناس؟ ناس رايح تزور، ناس جاي تأكل بالمطعم، ناس رايح لأهلها، تقتلها بأي ذنب؟ تفجر نفسك تقتل لك 100 واحد أو أكثر، تخرب البلاد والعباد، وتحسب نفسك أنت تعبد، أنت مثل الشيطان، الشيطان أيضا كان يعبد، ولكن لم يعبد الله كما يريد، ولم يطع الله سبحانه وتعالى. والله يريد الطاعة من الإنسان، ولكن هؤلاء الذين يذهبون في طريق الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنيئا بالحقيقة لمن يقتل في طريق الله وفي طريق الحسين سلام الله عليه، لأنه باب من أبواب رحمة الله. نحن في واجبات الصلاة وصلنا إلى القراءة، نأخذ هذه المسألة إن شاء الله ونكتفي. يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ونافلة قراءة فاتحة الكتاب، في كل صلاة سواء كانت واجبة فريضة أو كانت مستحبة نافلة لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة. بعد ويجب على الأحوط لزوما في خصوص الفريضة قراءة السورة كاملة بعدها، بعد أن تقرأ الفاتحة لابد احتياط وجوبي، هذا يسموه وليس يعني وجوب، احتياط وجوبي أن تقرأ سورة كاملة، لأن هناك من يقول يكتفي بجزء السورة. هنا الاحتياط الوجوبي عند السيد السستاني وأغلب علمائنا بعد الفاتحة أن تقرأ سورة كاملة، بسورة كاملة بعدها. وإذا قدمها عليها عمدا، واحد يقدم السورة قبل الفاتحة متعمد،
استأنف الصلاة، أعاد الصلاة. وإذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد. يعني واحد هكذا أول ما يقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، يعني عكس، بدل ما أول مرة الفاتحة قرأ السورة أول ثم قرأ الفاتحة. هنا يقول إذا انتبه قبل الركوع، كان ناسي قبل الركوع انتبه، طالما أنت قرأت الفاتحة، قرأت سورة أول ثم قرأت الفاتحة، ماذا واجب عليك؟ يقول تقرأ سورة من بعدها باعتبار صارت الفاتحة ثم سورة جديدة تقرأ، هذا إذا كان قبل الركوع. وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، إذا واحد قرأ بس قل هو الله أحد أول شيء وتذكر، يقول تقرأ هنا الفاتحة ثم تقرأ سورة من بعدها. وإن ذكر بعد الركوع، أنا خلصت قرأت السورتين ورحت ركعت وشلت نفسي من الركوع وتذكرت أنا قرأت السورة ثم قرأت الفاتحة، يقول مضى في صلاته ولا شيء عليه. وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيها أو نسي أحدهما وذكر بعد الركوع. مرات واحد ينسى أصلاً القراءة، يكبر ينوي وصلي صلاة الظهر قربة الله تعالى الله أكبر ويروح للركوع، يركع ثم يسجد، نسى ما قرأ، تذكر بعد الركوع يقول صح الصلاة لا شيء عليه، هناك يصلي سجدتي السهو بعدين إن شاء الله في علاجها. هذه المسائل الصير قد الواحد يقول معقول الواحد ينسى أن يقرأ؟ إيه نعم كثير ينسى أن يقرأ، يكبر تكبيرة الإحرام يتصورها هي تكبيرة يروح للركوع، يروح للركوع. إحنا بالحقيقة دائما مشغولين، يعني نأتي إلى الصلاة وفكرنا كثير من الأحيان هو مو بالصلاة، بس هذا الإنسان على كل حال هذا وضعه، ولذلك يستحب للإنسان قبل أن يبتدئ بالصلاة أن يجلس على مصلاه، يعني السجادة فارشها قبل الصلاة، تقعد لك فترة 5 دقائق 10 دقائق، تطلع الدنيا شوية من رأسك من دماغك، تتأمل أنت تدري وين رايح، رايح تصلي، رايح تخاطب تتكلم مع خالق السماوات والأرض، ثم إذا خرجت الدنيا وأقبلت على الله قوم وصلي، حتى تصير شوية صلاتك بها كلام وروحية مع الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكمل في الأيام القادمة ما بقي من قضية القراءة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.